شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن مؤسسة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين ومعهد البحريني للحقوق والديمقراطية ومركز البحريني لحقوق الإنسان، أغتنم هذه الفرصة لأطلع سيادتكم على ما يجري في بلدي البحرين من انتهاكات سياسية لحقوق الإنسان، والذي من ضمنها القتل خارج القانون الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من المتظاهرين السلميين وبطرق مختلفة، ومن ضمن هؤلاء الذين قتلتهم القوات الحكومية بدم بارد هو ابني الشهيد علي بداح الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما، والذي تعرض للدهس المتعمد من قبل قوات الأمن أثناء مشاركته في مسيرة سلمية للمطالبة بالحقوق والعدالة والكرامة، مما أدى إلى استشهاده حيث تم دهسه عدة مرات وتقطيع جسده إلى أشلاء متناثرة. إن السلطات الأمنية لم تكتفي بقتل ابني، بل إنها استهدفتني شخصيا في الذكرى السنوية الثالثة، حيث كنت مشاركا في مسيرة الشموع إحياء لذكراه، إلا أنني تعرضت لإصابة مباشرة بقنبلة لغاز المسيل للدموع في عيني اليسرى، مما أدى إلى فقداني للبصر بها. السيد الرئيس، إن من ارتكبوا هذه الجرائم بحقي وبحق ابني وكافة الضحايا لا زالوا أحرارا طليقين، ولم يقدموا لأي محاكمة، وذلك ضمن سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات البحرينية. إنني وكافة عوائل الضحايا نضم صوتنا إلى صوت سيادة المفوض السامي في دعوته من هذا المجلس إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة كافة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب في بلاد البحرين.